من كهرباء نينوى وبلدية الموصل أن تطبق هذا المشروع في شوارع الموصل. مشروعنا هو مشروع إنارة الشارع التلقائية. كلتنا طالعين بالليل شفنا الأضوية مع الشارع عرق وسيارات ماكو، وهذا يعني هذا استهلاك بالطاقة الكهربائية. هذا المشروع راح يوفر لنا الطاقة الكهربائية بشكل كبير عندما تأتي السيارة لكي تعبر الشارع. كما ترون من عندما تأتي أمام العمود سيشتغل الضوء كما ترون الآن. إحنا مثل ما قلت بالشوارع بالليل يكون الأضوية علقي وسيارات ماكو، فهذا إسراف في يعني استهلاك الطاقة الكهربائية. هذا المشروع يوفر لنا الطاقة الكهربائية. مشروع عندنا هنا مشروع تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية والمتمثلة بالسدود وطاقة الرياح والطاقة النووية وطاقة المد والجزر. عندنا هنا هذا المشروع مكون من محرك صغير وتوربين كبير وبطارية. بطارية مشبوكة في المحرك الصغير الذي بدوره إذا عمل سوف يحرك المحرك الكبير الذي سوف يغذي الدائرة الكهربائية بالكامل. كما نرى الضوء عندنا اشتعل زائد حرف مؤشر الفولت ميتر، دليل انه احنا عندنا طاقة كهربائية. وهذا من مشاريع حفظ الطاقة. هذا المشروع راح يطبق بالسدود واللي هو حاليا تقريبا مطبق بالسدود زائد طاقة الرياح زائد طاقة النووية عن طريق البخار.